السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم غادي نحاولوا نتريتيو الدرس ديال لي زونكليتي اوبيراسيونيل. اون جينيرال غادي نحاول نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا ليتود ديال لي مونتاج اللي هما اباز ديال لوبليفيكاتور اوبيراسيونيل. بزاف ديال الدراري كيلقاو فيهم مشاكل. مي افون دو سا اون فا فير ان بتي رابيل سور لي زونكليتي اوبيراسيونيل. دونك ملي كنقولوا امبليفيكاتور اوبيراسيونيل سا فيدير ا او بي amplificateur opérationnel. Un des deux derniers modes de fonctionnement. Il y a une perte du mode, le mode ou bien le régime de fonctionnement, le régime linéaire. Le régime linéaire, ça veut dire les caractéristiques des amplificateurs opérationnels. Ou bien, quel est le régime non linéaire. Mais le régime non linéaire, évidemment, qu'on a les fonctions. Donc, on dit qu'on a le régime linéaire, qui va se faire un peu. La première chose, on a le régime ياك كنقولوا بلي كاينه واحد لا رياكسيون اونتر لا سورتي اي لونطري انفيرسوس. دونك كنقولوا هنا عندي كيفاش غادي نقولها. دونك غادي تكون عندي لونط او بيان لا سورتي اي روليي ياك روليي ا لونطري انفيرسوس اللي هي لونتخي موان ديال لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. داكوغ مزيان. سوا تكون غولي ديريكتومون او بيان انترميديير ديال واحد لا ريزيستونس. اون جينيرال المهم لا سورتي مغولي مع لونتخي انفيرسوس. بالنسبه لهنايا كيكون لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بيان لا سورتي اي ليبر سافو دير هي ما كتغوليش مع حتى شي وحده. او بيان سورتي relié avec l'entrée non inverseuse. Dans cette cas, il y a l'entrée positive. Donc, dans cette cas, moi, je vais vous dire l'amplificateur opérationnel soit en régime, il m'a dit comme linéaire, soit en régime non linéaire. Donc, le régime linéaire, إذا كان عارف بلي راه رجم لينيير ملي كتكون عندي لا سورتي يغولي افيك لونتخي انفيرسوز. ملي كنقول رجم نون لينيير هي ملي كتكون عندي لا سورتي سوا تكون ليبر داكوغ او بيان لا سورتي يغولي افيك لونتخي نون انفيرسوز. هاد الحالة هادي دونك في هاد الحالة هادي عندي بزاف ديال لي زابليكاسيون كمثال امبليفيكاتور انفيرسور امبلي inverseur, qu'un amplé non inverseur, qu'un soustracteur, qu'un additionneur, qu'un zèf, etc. Qu'un zèf, les montages à base de l'amplificateur opérationnel, qu'un suiveur, qu'un zèf. Qu'un comparateur à un seuil ou qu'un trigger de Schmitt ou bien comparateur à la tête de comparateur à deux seuils. D'accord. Donc je suis indi l'introduction des amplificateurs opérationnels. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاول نخدم معاكم هاد لي مونتاج، يعني نخدم معاكم في الريجيم لينيير. غنحاول نخدمو في الريجيم لينيير ونعرفو كيفاش كنتريكتيوهم. ملي كيكون عندي ان مونتاج مع دي ريزيستونس كيفاش نقدرو نحسبو ما يسمى بلا لا فونكسيون دو ترونسفير. ملي كنقول لا فونكسيون دو ترونسفير راه باينة. شنو هي لا فونكسيون دو ترونسفير؟ لا فونكسيون دو ترونسفير اف تي هي لا سورتي سيغ لونتخي تو سامبلومون. دونك
كنحاول دائما نقلب على هاد لا فونكسيون ترانسفير ديال توت لي مونتاج ا باز دوبليكاتور اوبيراسيونيل بواحد التكنيك اللي هي سهله وغادي نوريكم مجموعه من لي تكنيك داكوغ. من بعد غادي ندوزو لدروس اخرى ان شاء الله. دونك عندي دابا هاد المونتاج نخدم عليه داكوغ. دونك المونتاج اللي عندي هنايا كاين اللي غادي يعرفو انطلاقا من الضرر الاولى يقول لي فوالا عندي لونتخي داخله في الموا وعندي لا صورتي هنايا على برا وعندي لا صورتي مغوليه مع الموا. دونك هذا سي تان ريجيم لينيا فوالا عندي المود لينيا بلوس كو سا عندي غادي يكون امبليفيكاتور انفيرسور. علاش؟ حيت لونتخي داخله في الموا داكوغ هاي كتعطيني لا صورتي مزيان. اللي ما عرفهاش راه انطلاقا من لا فونكسيون دو ترونسفير غادي يعرف اشنو التيب ديال لامبليفيكاتور عنده داكوغ. فوالا نمشيو نحسبو لا فونكسيون دو ترونسفير. كيما قلت لكم كاين بزاف ديال التقنيات باش نحسبو لا فونكسيون دو ترونسفير. اول حاجه بعدا باش نخدم ايتاب بار ايتاب نبدا باول حاجه كنديرها عندي هنا هي دونك اون لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل se fonctionne en régime linéaire. بما انه خدام عندي في ريجيم لينيير دونك يكون عندي هاد لي كونديسيون هادو. دونك الكونديسيون الاولى هي اي بلس ايغالا اي موان ايغالا زيرو. اي بلس هي هاد الكورون هذا اي موان بلوتو وهذا هو اي بلس. دونك هاد لي دو كورون سون ايغالا زيرو. بلس كو سا لا كونديسيون الثانيه هي كالتالي عندي في موان ايغالا في بلس. في موان هي هنايا هي ديك لا تونسيون اللي كاينه اللي داخله الموان و في بلس هي لا تونسيون اللي داخله البلس. مزيان. دونك اول حاجه غادي ندير هنايا غادي نحاول سيباري هنايا. اذا كيفاش غادي نخدم هذا باش نخدم هذا المونتاج؟ هذا كاين جوج ديال الطرق. كاين اللي كيخدم الطريقه ديال الواد ماي الوادينا هي طريقه سهله وكاين اللي كيخدم ليها لا سوبر بوزيسيون. سوبر بوزيسيون حتى هي اسهل ما يكون. دونك كيفاش غادي نخدم المونتاج ديالو؟ كيفاش غادي نحاول نخرج لا سورتي على لونتري؟ دونك او ديبار دائما ننطلق من هاد الجوج هادو مزيان. يعني غادي نحاول نخرج في موان بوحدها ونحاول نخرج في بلس بوحدها ونديرو ليغاليتي بيناتهم. دونك نبدا بفي بلس. في بلس راه باينه ها هي. شنو عندي في في بلس؟ في بلس هي لا طونسيون هادي في بلس اللي هي زيرو. دونك سويفون لو مونتاج في بلس ايغال زيرو. مزيان. دابا بقات ليا نحسب في موان. باش نحسب في موان حتى هي القضيه سهله. يا اما كناخذ هاد البوان هادي هادي راها في موان شفتوها هادي هي لا طونسيون اللي داخله الموان ديال لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. دونك هادي هي في موان. الا خدمنا سي بوبوزيسيون لا سوبرپوزيسيون الا خدمنا سوبرپوزيسيون هنا اشنو غادي يولي عندي؟ دونك في هذه الحاله كنحط في موان ديالو كندير يساوي وكنسطر هذا داكوغ. اشنو غيكون عندي؟ كنشوف لا طونسيون هذه اللي عندي هنا كنشوف لا طونسيون لي طونسيون اللي دايرين بها داكوغ. دونك ها هي في موان شكون اللي دايره بها؟ كاينه هادي وكاينه هادي. كاين عندي جوج ديال لي طونسيون. دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير في موان كتساوي في او سور ار1 هادي نورمالمون سي مينيما. سوبر بوزيسيون راه كتكون سهل من مينيما. دابا غادي نحاول ندير لكم مينيما باش
نعطيكم كوم لا سوليسيون ديال لا سوبرپوزيسيون اللي غادي نوليو نديرو ديريكت. دونك غتعطيني في او سور ار1 و في اس سور ار2. داكوغ الكل على 1 سور ار1 بلس 1 سور ار2. مزيان، دابا نحاول نخدمو هادي ماتيماتيكمون راه باينه. دونك هنا تقول لي عندي R2 فوا VE سور R1 فوا R2 بلس R1 فوا VS على R1 فوا R2. هنا شنو درت؟ درت غير توحيد المقامات، درت توحيد المقامات. حتى هنا غادي ندير توحيد المقامات، كتقول لي عندي R2 بلس R1 على R1 فوا R2. مزيان، في هذه الحالة هذي راه باينة القضية. دونك غادي نختزل على هادو، وغادي يبقى ليا التالي R2 فوا VE بلس R1 فوا VS على R1 بلس R2. هذه دابا هي لا سوبربوزيسيون، هذه دابا لا سوبربوزيسيون هي هذي. داكوغ، يعني يا إما نخدم ميلمان ونكملها بلا سوبربوزيسيون ولا نديرها ديريكت. إلا درتها ديريكت راه ساهلة، كندير في أو فوا إر دو زائد في إس فوا إر أن الكل على إر أن بلس إر دو. داكوغ، دونك هادي هي طريقة. ولكن راه لا سوبربوزيسيون عندي في حالة إلا عندي جوج ديال لي طونسيون، إلا عندي ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ضروري ندوز من ميلمان. داكوغ، يعني اللي بغيت نقول لا سوبربوزيسيون كتكون سهلة في التطبيق، خاصة إلا عندك غير جوج ديال لي طونسيون، سواء يكون عندك في اس و في او سايي، و بيان جوج ديال لا ريزيسونس. تما كتقولي عندي لا بوسيبيتي أني نخدم سوبربوزيسيون بطريقة سهلة. مي إلا جاب الله كان كتر لي ريزيسونس و كان كتر لي طونسيون، كتولي عندي القضية كتكون قاصحة. علاش؟ حيت خصني نخدم ميرمان، و ميرمان راه كتولي كتزاد. دونك كتولي في لا سامبليفيكاسيون كتاخد ليا شوية ديال الوقت. مزيان، دونك كنصحكم بالنسبة لا سوبربوزيسيون كنصحكم بها، خاصة إلا عندكم كما قلت لكم جوج ديال لي طونسيون جوج ديال لي ريسونس وهانتوما كتهناو. ألوغ نكملو على سميتو ديالنا على ليكزارسيس باش نلقاو لا فونكسيون دو ترونسفير. دونك عندي هنا في موان كتساوي في بلوس سويفون لي كونديسيون لي عندي. الوغ عندي في بلوس كتساوي زيرو، وعندي في مون كتساوي هادي. الوغ هنايا شحال غادي تولي كتساوي؟ دونك هادي غادي تولي تساوي زيرو، و الا كتساوي زيرو صافي ديال هادي مشات، و كتقول لي عندي إر دو فوا في أو بلوس إر أن فوا في إس هي لي كتساوي زيرو. داكوغ، و كنديو شي حاجة لهنا و كنرجع شي حاجة. دونك كتولي عندي إر دو فوا في أو كتساوي موان إر أن فوا في إس. داكوغ، دونك غادي ناخد هادي لهنايا و ناخد هادي لهنايا، كتولي عندي في اس سور في او كتساوي موان ار دو على ار ان. هادي هي لا فونكسيون دو ترونسفير بالطريقة اللولى. دابا غادي نحاول ندوز للطريقة التانية، ولكن قبل منها غادي تعرفوا بلي ملي لقينا لا فونكسيون دو ترونسفير كتساوي موان ار دو سور ان، سافي دير كاين واحد موان، سافي دير هنا بلي هاد المونتاج سي تا مونتاج ا باز دومبليفيكاتور اوبيراسيون لي هو دومبليفيكاتور انفيرسور. داكوغ، يلاه دابا ندوزو لا ميثود التانية. دونك ندوزو دابا لا ميثود التانية. بالنسبة لا ميثود التانية اللي هي رواد مايل لوادينو، حتى هي راه ساهلة. كيفاش غادي نخدموها؟ دونك ديجا خرجنا في بلوس كتساوي زيرو، كتبقى ليا نخرج في موان. دونك بالنسبة ليا، دونك في موان غادي تكون هنا، داكوغ، وعندي هادي راها هي في او، وهادي ايفيدامون بمعنى لوماس لوماس بوان هي في موان، وهادي هي في اس في اس. دونك حتى هادي هي في اس. كيفاش غادي نخدم هاد 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 ليكزومبل هذا؟ اول حاجة كنحاول ندير واحد لو سونس اربيتري ديال الكورون، نختار نامبورت كيل سونس، ما تهمنيش يكون الكورون داخل ولا يكون من هنا، ما المهم الكورون يكون واحد لو سونس نتوما اختاروه. انا غادي نختار الكورون راه داخل من هنا، هذا نسميه اي ان. داكوغ، ها هو اي ان.
اي ان كيجي لي تقسم هنايا دونك هذه هي اي موان وهذه هي اي بلس ايفيدامون هنا غادي تكون معايا تقسم بين اي موان و اي 2 داكوغ و اي 2 هو اللي كاين هنايا داكوغ دونك شنو عندي عندي في هاد لا ريزيستونس ار 1 باش نحاولوا نفهموها معاكم ايتاب بار ايتاب عندي هاد لا ريزيستونس ار 1 شنو فيها فيها لو كورون اي 1 وعندي دو بوان اللي كاينين اللي هي البوان الاولى هي في او والبوان الثانيه هي في موان داكوغ دونك ها هي لا طونسيون اللي هي يو هنا شنو غادي تقولوا لي هنا غتقولوا لي بلي يو هي ار 1 و اي 1 مزيان وغادي نقول لكم شنو شحال كتساوي يو يو هي في او موان في موان في او موان في موان هي اللي كتساوي ار 1 فوا اي 1 داكوغ غير باش نحاولوا نمشيو ايتاب بار ايتاب الوغ اي 1 شحال غادي تساوي دونك في او موان في موان سور ار 1 كتساوي اي 1 هادي بالنسبة للإي أ نمشيو دابا ندوزو بالنسبة لا ريزيستونس إر 2 بالنسبة لا ريزيستونس إر 2 شنو فيها دونك هادي هي إر 2 داخلة ليها لو كورون إي 2 أشنو هي لا طونسيون لي كاينة في لونتخي هي في موان و لا طونسيون لي كاينة في السورتي هي في إس معرفتش واش كتبان ليكم هنايا مزيان دونك لا سورتي فيها في إس بنفس الطريقه غادي نخدموها دونك وعندي بلوتو رانتي وعندي لا طونسيون اونتر لي بورن هنايا غادي تكون نسميها يو نسميها يو ماشي ماشي مشكل يعني نقول لها زون نخدمها بوحدها الو غادي يكون عندي في هذه الحاله هذه يو هي ار 2 فوا اي 2 ياك فهمنا دونك يو شحال غادي تساوي هي في موان موان في اس اللي غادي تساوي ار 2 فوا اي 2 بيان دونك في موان موان في اس سور ار 2 غادي تساوي اي 2 دونك ها هي حاجه ثانيه هنا مزيان في هذه الحاله هذه في هذا النوع هذه شنو غادي تلاحظوا غادي تلاحظوا باللي اي 1 كتساوي اي 2 بلس اي موان وانا عارف هاد اي موان راه كتساوي زيرو دونك اي 1 غتقول لي كتساوي عندي اي 2 دائما هاد دابا كنحاول نشرح لكم مي دائما خذوها نتوما عندكم ديريكت يعني عارفوا دائما باللي الا كان الكورون داخل هكا مشى ديريكت راه هاد اي موان دائما كتساوي زيرو دونك اي 1 كتساوي اي 2 وغادي نحط هاد الجوج كيتساوي داكوغ دونك في الحاله فاش غادي نحط هاد الجوج كيتساوي دونك عندي في او موان في موان سور ار 1 غادي تساوي شحال غادي تساوي موان في فوالا في موان موان في اس سور ار 2 اي فوالا دونك في هاد الحاله دابا خدمناها او ما نساوش هاد الحاله هادي داكوغ حيت عندناش عندي في بلس كتساوي زيرو وعندي في موان كتساوي في بلس سافي دير في موان غادي تساوي غتساوي زيرو داكوغ الوغ نعوض في موان كتساوي زيرو دونك كتمشي ليا هادي وتمشي ليا هادي كتولي عندي في او سور ار 1 كتساوي موان في اس سور ار 2 داكوغ دونك هنا كيما درت قبيله في المونتاج ناخد هادي الجبال هنا وهادي الجبال هنا كتولي عندي كتولي عندي VS sur VE غادي تساوي moins R2 sur R1 et voilà la fonction de transfert donc هذه هي la deuxième méthode اللي قلت لكم اللي هي الواد ماي الواد ينو فغنخدم بها الواد ماي الواد ينو كتكون حتى هي ساهله باش تخدموها و فوالا دونك نمشيو عاود
نتلاقاو ان شاء الله في مونتاج اخر، وغادي نحاول يعني ما غاديش ندير باقي المونتاج ديال لومبليفيكاتور، غادي ندير سوستراكتور وبيان لاديسيونور حيت بحال بحال حتى هما في التعامل ديالهم. عاد ان شاء الله نمشيو ندخلو الدروس الاخرين، دونك ندير معكم سوستراكتور في الحصه الجايه ان شاء الله.